نروح لكابتن خالد. كابتن يعني موسم ناجح الحمد لله 3 من 3، وهو ده اللي دايما بندور عليه، وكان حتى كابتن محمود الخطيب دايما في تكريماته بيطالب الفرق لو تقدر تاخد كله خد كله يعني. فالنهارده كان فريق ال 19 سنه هو من اكتر الفرق اللي طبقت يعني الكلام ده وفزتوا ب3 بطولات. كنت تتوقع ده قبل بدايه الموسم يا كابتن ولا كانت منافسه كبيره؟ والله يا كابتن اول حاجه طبعا بحمد ربنا الحمد لله رب العالمين، ده توفيق كبير من ربنا. بس انا جاي النادي الاهلي وانا عارف ان هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي ما ينفعش تخسر بطوله. النادي الاهلي الحدث فيه ان انت تخسر مش ان انت تكسب. صحيح. بسم الله ما شاء الله المكاسب كل يوم النادي الاهلي في مكاسب. نعم. فممكن حتى ان المكسب ما ياخدش نفس الحيز من الاهتمام زي ان انا الخساره بالظبط. فانا جاي النادي الاهلي وعارف الضغط ده. وحضرتك طبعا يعني كنت لعيب كبير وعارف المدرب بيبقى تحت ضغط عصبي يعني مش عايز اقول لحضرتك بدات انام اخيرا الحمد لله رب العالمين بعد ما خلصت الحمد لله رب العالمين بدات انام الحمد لله رب العالمين بعد ما اتحقق. بس ده طبعا يعني الفضل الاول والاخير لربنا وتوفيق ربنا لان انت حضرتك مدرب بتعمل اللي عليك وبتشتغل تحاول تعمل كل اللي عليك عشان ما تجيش في الاخر تندم على اي حاجه وعشان في الاخر ربنا يوفقك. تملي بقول لهم نعمل اللي علينا نعمل الحاجات اللي في ايدينا عشان في حاجات كتيره قوي مش في ايدينا. صحيح. شغلانتنا ابسط الايمان ان انا اعمل اللي في ايديا امسك اللي اقدر عليه. نعم. اجي التمرين في معادي احضر كل تدريباتي ادي ما بقدر عليه في التمرين واسيب في الاخر التوفيق بتاع ربنا. نعم. وربنا ما بيغزلش. نعم. اي حد تعب ونعم بالله. كابتن حضرتك اتيت قادما من نادي الصيد وكنت ماسك 19 17 عملت معاهم شغل كويس. كلمني عن بدايه انضمامك يعني مين اللي كلمك كابتن حمدي الصافي ولا مين من الجهاز وازاي خدت قرارك ان انت تيجي النادي الاهلي يعني كلمني على البري سيزون الفتره اللي قبل بدايه السيزون. والله الحمد لله بقى لي 6 سنين في نادي الصيد الحمد لله عملت نتائج كويسه مع نادي الصيد. الست سنين تقريبا من نوصل نهائيات الجمهوريه عملت 3 ميداليات مع نادي الصيد بين فضه وبرونز. فالحمد لله اول السنه لقيت مكالمه من كابتن حمدي الصافي وكابتن وائل العيدي وهم طبعا زملاء ملاعب قدام وطبعا بقى كان لهم كل تقدير واحترام. ما فكرتش كتير بصراحه. النادي الاهلي فرصه لاي مدرب النادي الاهلي فيه مكونات البطوله. اي مدرب اتمنى يشتغل في النادي الاهلي في لعيبه في امكانيات في استقرار اداري. فطبعا فرصه بس طبعا فيها مخاطره. صح. فيها مخاطره ومسؤوليه بالظبط كده لان هي ما فيش حد يرحم يعني بتملي الضغط العظيم. بالظبط بالظبط. فالحمد لله يعني خدت الخطوه والحمد لله رب العالمين وفقنا ربنا وفقنا فيها الحمد لله رب العالمين. اتمنى ان انا اكون يعني الحمد لله ربنا كرمنا يعني من عنده واتمنى ان انا اكون عند حسن ظن كابتن حمدي وكابتن وائل العيدي. لا وعدت ووفيت وفي اكتر من 3 بطولات من 3. لا بجد يعني ربنا يكرمك. وفعلا انت حضرتك بدات تنام يا كابتن فدي. اه والله الحمد لله. يعني عايز حاجه ثانيه ولا كده؟ لا والله ده انا بحمد ربنا على كده. بس كده خلاص ربنا يكرمك.